يسعد صباحكم من جديد، ولكل اللي انضموا لنا من بعد الفاصل، معنا اليوم في الاستوديو الدكتور نبيل اللوباني، نقيب الاطباء البيطريين الاردنيين. صباح الخير دكتور. صباح الخير، يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم، شكرا لكم في قناه رؤيا. احنا نشكركم على فكره، بشكركم باسمي وباسم الاطباء البيطريين جميعا ومجلس النقابه، لان هذه الاستضافه الثانيه لتسليط الضوء على قضيتنا اللي نعتبرها قضيه عادله ومطلب صحيح. عادل، وان سنه انا التقيت في نفس القناه هنا في الاستوديو قبل تقريبا سنه في 28/5 من اجل نفس المطالب اللي للاسف الحكومه قاعده بتماطل فينا فيها، وبيعملوا وزاره الزراعه التسويف والمماطله في اعطاء حقوق لزملائنا اللي اقرها مجلس الوزراء في عهد دولة الدكتور فايز الطراونة، وفيها قرار مجلس وزراء، وأنا معي نسخة من القرار، في 10/6 تم قرار هذه المكافأة للأطباء البيطريين. نعم. صرفت للأطباء البيطريين عشان تكون الجميع في الصورة، صرفت عن 6/6 و7/8/9، لأنه للأسف رد أوقفوها في بداية 10 في شهر بحجة عدم ورود مخصصات. نعم. في بداية السنة بشهر 2 شباط الماء الحالي. نعم. يعني أجبرتنا الحكومة أن نرجع إلى التصعيد إحنا نقول التهديد، يعني نعيد مطالبنا. وبعد أكثر من جهد مع وزارة الزراعة تم رد صرفها عن شهر 10 و11 و12، إلا أنه رد تم إيقافها مرة ثانية في بداية العام الحالي، مع أنه في كتاب من وزير الزراعة السابق، وإحنا نشكره كان داعم لنا الوزير الزراعة السابق، بإعادة صرفها لكل موظفين وزارة الزراعة. وقفت عن جميع الأطباء، عن جميع الموظفين وزارة الزراعة، لأنه كتابه محدد فيه أنه صرفها عن شهر 10 و11 و12 2012، عن شهر 1 وشباط، هذا كان الحكي بشهر شباط من العام الحالي، إلا أنه صرفت عن 3 شهور السنة الماضية لغاية الآن، من شهر من 1/1 لغاية الآن هذه المكافأة تم إيقافها للأطباء البيطريين. نعم دكتور نبيل، يعني من جهة أخرى هلأ طبعا إحنا أكيد بهمنا نتابع قضيتكم والعديد من القضايا المحلية الأخرى، بس إذا بنحكي عن عدد المنتسبين للنقابة، لأنه الحجج هي تكلفة وزيادة نفقات على خزينة الدولة، أو يعني نفقات بشكل عام توصف بأنها كبيرة، كم عدد المنتسبين الذين إذا تم الاستجابة لمطالبهم ستكون النفقات عالية؟ اللي عاملين حاليا في وزارة الزراعة، اللي رأس عملهم في وزارة الزراعة 138 طبيب بيطري فقط. نعم. وأنا سبق وأنا وقت في السنة الماضية لما تلتقينا هنا أنه قاعد بصير عندنا هجرة من وزارة الزراعة، وزارة الزراعة نعيدها للجزء للمرة العاشرة طارد للأطباء البيطريين. احنا من لما التقينا السنه الماضيه كان العدد تقريبا حوالي 159 او 160 طبيب بيطري، حاليا 138. اذا العدد يتناقص، فقط اللي احيلوا على التقاعد والباقيه تسربوا الى دول الخليج والقطاع الخاص. دول الخليج خلال من 1/1 بس، او من تقريبا من شهر 12 لغايه الان، احسن وامبارح كان من وزير الزراعه هذا الكلام، احسن 12 يعني طبيب بيطري. نعم. افضلهم وكفاءه وخبره تم استقطابهم من دول الخليج. احنا اصبحنا واصبحت وزاره الزراعه طارده للطبيب البيطري في وزاره الزراعه. امبارح معالي الوزير بتكلم انه احنا بيعترف انه في عندنا نقص حاد والدور الريادي للطبيب البيطري، وانا مع مطالبكم، انا سوف اقوم بمتابعه حثيثه لمطالبكم، وسوف اعين اطباء بيطريين، سوف اعين 50 طبيب بيطري على نظام دوائر الخدمه المدنيه و50 على نظام المكافئات. انا مش عارف، يعني احنا عندنا نقص حاد في الاطباء البيطريين، ما في عندنا بطاله، منين نجيبوا 100 طبيب؟ هم فرطوا، عباره عن وزاره الزراعه صارت فيها تفريغ ممنهج للاطباء البيطريين، بدهم 100 طبيب بيطري. انا بتحداهم اذا بلاقوا 20 طبيب بيطري يجي يداوم عندهم، خصوصا يعني خصوصا بالنقص الموجود والرواتب والمكافآت اللي موجوده في وزاره الزراعه لا تشجع. نعم. يعني بقول انا على نظام المكافآت انطي 350 دينار. طب ما احنا خريج جديد، خريج السنه الماضيه لما كمل السنه قاعد بيشتغل في القطاع الخاص بلحق فوق 700 دينار. شو بده يروح يوديها وزاره الزراعه عشان ياخذ 350 دينار؟ وهذا حكي امبارح تكلمنا له معالي، قال اذا 350 بكم مش ممكن نرفع ل 500 و600، وكانها العمليه يعني ما بعرف، انا كانها في مزاد او نعم. ما بعرف يعني سياسات يعني الحكومه، يعني انا بتوقع يعني ما بعرف، حكومه بتاخذ قرار بتيجي الحكومه اللي بعديها بتنسف، واي عمل مؤسسي هذا موجود في في في, في عند الحكومه، يعني ما قرار بشهر 10/6 بيطلع قرار، خاصه انه اقر رسميا. نعم. ما معنى انا معي صوره على الكتاب تحب هاي الكتاب بتاريخ 10/6 معالي موجه من وزير من رئيس الوزراء في وقتها، معالي وزير الزراعة إشارة كتابكم رقم
كذا تاريخ 28/5 استعرض مجلس الوزراء كتاب معاليكم وقرر المجلس في جلسته المنعقده بتاريخ 5/6 الموافقه على منح الاطباء البيطريين العاملين في وزاره الزراعه مكافاه ماليه شهريه بين قوسين بدل التفرغ بنسبه 35% من الراتب الاساسي والعلاوة التخصصيه. اسوا بالاطباء البيطريين العاملين في وزاره الصحه والمؤسسه العامه للغذاء والدواء. اقبلوا فائق الاحترام. طيب دكتور ما هي يعني ما تنبه لنقطه بالله اذا سمحت لي. النسخه يعني موجهه لوزير الماليه ولا معالي وزير الماليه للموازنه ومعالي تطوير القطاع العام وطوفة رئيس الدوائر الخدمة المدنية. إذن إلى كل الأطراف المسؤولين عن هذا. أنا جايك بالحديث بعدها. امبارح بيقولون أن ما في عندنا إحنا مخصصات. أنا مش فاهم كتاب رئيس وزراء. بودي لوزير الماليه تودى للموازنه عشان نرصد الفلوس. بقول لك احنا ما في عندنا ما رصدنا فلوس. فكيف يعني قرار مجلس وزراء بتم تجاهله وما في مخصصات؟ طيب دكتور بما انه صدر القرار وتم بكتاب رسمي يعني ما برايك من هو المسؤول عن ايقاف هذا القرار بالاضافه الى انه ما هي الحجج والمبررات التي تقف في وجه تنفيذه؟ والله احنا انا سبق انا في وزاره الزراعه احنا نشعر في وزاره الزراعه انه في يعني لوبي خفي بيلعب ضد الطبيب البيطري. امبارح في لقائنا مع معالي الوزير طبعا معالي الوزير مشكور كان يعني مش لانه وزير احنا ندافع عنه لا نعم. كان متجاوب معنا لكن امبارح اللي كانوا موجودين يعني مجموعه كبيره من الصف الاول امين عام الوزاره امين مساعد الشؤون الماليه ثلاث امناء عامين مساعدين مستشار قانوني والإعلامي الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة وكأن في معركة مبارح احنا فريقين قدام بعضنا يعني ما بعرف حتى مبارح يعني الكلام يعني صار في صراحة زيادة عن اللزوم وكأنه صارت يعني كأن فريق ضد فريق بنشتغل ولا كأنه يعني في قرارات مجلس وزراء تحترم ولا كأنه احنا يعني شاعرين في وزارة الزراعة انه في ناس بيشتغلوا ضدنا. لذلك امبارح طالبنا وزير الزراعة بعمل استقلالية للخدمات البيطرية من وزارة الزراعة استقلال فني وإداري. تبقى مديرة البيطرة منفصلة مرتبطة بالوزير وليس مرتبطة بأي إنسان ثاني أو أي مسؤول في وزارة الزراعة. نعم. إذا أردنا حتى للمهنة مش احنا ما نطالب بس أمور مطالب أمور مالية. إذا أردنا المهنة أن تتطور يجب ان تفصل ان يتم استقلال للخدمات البيطريه. وهذا الكلام مش من بعد العلاوات. احنا صارنا 5 سنوات كنقابه انا كنت عضو مجلس نقابه سابق ونحن نطالب باستقلاليه الخدمات البيطريه لاجل ان تتقدم الخدمات البيطريه في الاردن لانه بالوضع الحالي في وزاره الزراعه وضع المهنة الطب البيطري مهلهل ورح نحكيها للمشاهدين والأطباء البيطريين كلهم بيعرفوا الحكي هذا أن وضع في وزارة الزراعة وضع مهنة الطب البيطري مزري نتيجة التسويف الذي يتم بوزارة الزراعة ضد مهنة الطب البيطري. نعم. طيب دكتور لوحتم بالاستقالات الجماعية منذ مدة وأعلنتم الآن عن تأجيلها لمدة أسبوعين في حال لم يتم التجاوب والرد خلال الأسبوعين المقبلين هل سيتم يعني تنفيذ الاستقالات الجماعية؟ يا ستي احنا امبارح بلغنا معالي الوزير على انه احنا استقالاتنا موجودة. نعم. واذا انت ما في اي تجاوب احنا مستعدين نسلمك اياها حاليا وانا الاستقالات هي موجودة معي في ملف كامل. نعم. كم عدد الأطباء الذين يلوحون بالاستقالات حاليا؟ هاي التوقيع إذا بتحبوا الموجودة الشباب كلها موقعة عندنا 100 احنا من 128 من 138 طبيب بيطري 128 طبيب بيطري موقعين على الاستقالات وهي الاستقالات موجودة معنا وامبارح هي صورة عنها يعني انا صورة. نعم. النسخة الأصلية موجودة في وهو عدد ابدا لا يستهان به. عدد لا يستهان به واحنا على فكرة جادين جدا يعني في الموضوع وليس للتهديد ولا للتلويح ولا من اجل الضغط على الحكومة ولا لو ذراع الحكومة. كل المهن الطبية في سواء كانوا أطباء أو أطباء أسنان أو حتى أطباء أو صيادلة حتى الأطباء البيطريين في وزارة الصحة وضعهم بيختلف عن الوضع في وزارة الزراعة. فرق شاسع. وزارة الصحة فيها حوافز وفيها مكافآت وفيها رواتب يعني في ما بقى يعني وكأن وزارة الزراعة مثل ما حكيت لك العملية صارت عملية طاردة للطبيب البيطري من وزارة الزراعة. نعم. طيب دكتور نبيل في دقيقة أخيرة يا ريت توضح لنا المطالب الرئيسية التي تطالبون بها منذ فترة. احنا نطالب بإعادة المكافأة لزملائنا ونطالب بإنصافنا مثلنا مثل المهن الصحية الأخرى. وزير الصحة السابق مشكورا أكثر وزير دعمنا في هذا الموضوع. مهنة الطب البيطري نفس أكثر مرة كررها أن مهنة الطب البيطري من المهن الصحية. زملائنا الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة أخذوا حتى العلاوة الفنية بنسبة 135 ل150% ونحن نطالب بالعدالة وإنصافنا مثلهم بالعلاوة ونطالب بإعادة المكافأة لزملائنا والمطلب الرئيسي والمهم استقلالية الخدمات البيطرية عن وزارة. نعم. الزراعة. نعم. هل هذا يشملكم فقط أنتم كمنتسبين لوزارة الزراعة لأنه العديد من الأطباء البيطريين الآخرين منتسبين لجهات أخرى مثل. نعم. الغذاء والدواء وغيرها في عندنا في وزارة أيضا. الصحة والغذاء والدواء على 54 طبيب بيطري. نعم. وفي عندنا في أمانة العاصمة حوالي 54 أو 55 طبيب بيطري في الصحة العامة وفي دائرة المسالخ عندنا في دائرة المسالخ حوالي 22 طبيب بيطري والبقية في الصحة العامة. وامبارح كان وزير الزراعة يعني يشيد في دور الطبيب البيطري في الصحة العامة وخط الدفاع الأول عن المواطنين وعن الصحة
والأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان. فهذا الجهد اللي بيقوم فيه طبيب بيطري في كل هذه الدوائر شايفينه غير مقدر. إحنا تقدير مش بس في الأمور المالية يعني، حتى يعني المناصب العليا في وزارة الزراعة لا تعطى للطبيب بيطري. نعم. وكأنه في تنافس يعني بيننا وبين مهنة أخرى زميلة لنا، وهم المطلوب منهم يكونوا المدراء وهم المناصب العليا، وكأنه الطبيب البيطري بس تحكي الطبيب البيطري بقول لك أنت عملك ميداني. طب أنا عملي ميداني، انصفني في العمل الميداني. صحيح. أنا امبارح وزير أنا بعرف إنه في مهن طبية بتشتغل تحت المكيفات ومرتاحين، والطبيب البيطري بيشتغل في الشمس. نعم صحيح. الشمس. دكتور نبيل معلش. ما في انصاف. صحيح دكتور نبيل معلش بدك تعذرني لانتهاء الوقت، أكيد إن شاء الله إحنا نوعدكم بالاهتمام ومتابعة قضيتكم أولا بأول، وإن شاء الله رسالتكم بتكون توصل للجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات وال يعني التجاوب لمطالبكم التي تعد منصفة بحق كافة الأطباء البيطريين الأردنيين. إذن متابعينا الأعزاء بهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا من دنيا الصحافة لليوم.